سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. اعتبر الموقع الإخباري أنفو مارويكوس أن استضافة إسبانيا لزعيم البوليزاريو إبراهيم غالي منتحلا هوية مواطن جزائري على ترابها يعد طعنة للمغرب. وتساءل الموقع في مقال للخبير الاقتصادي عبد الواحد ورزازي بعنوان أكسيكو النعمة عن المكاسب التي يجنيها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز من استقبال ضيف غير مريح وفوق ذلك بهوية زائفة على حساب بلد جار يعد شريكا هاما في مضيق جبل طارق وفي البحر الأبيض المتوسط وعلى الساحل المحيط الأطلسي، وتعتبره مدريد بلدا صديقا وشريكا متميزا. وأضاف الكاتب أن دخول زعيم البوليزاريو إلى التراب الإسباني بهوية زائفة مثيرة للشبهات، وتواطؤ مدريد مع الجزائر في هذه اللعبة أمر يثير الاستغراب. وتساءل الكاتب قائلا إذا كانت استضافة زعيم الانفصاليين قد أملتها أسباب إنسانية، فلماذا إذن يلج التراب الإسباني بطريقة غير قانونية، معتبرا أن هذا القرار ينم عن غياب الشفافية لدى الحكومة الإسبانية. واعتبر الكاتب أن السياسة الخارجية الإسبانية فيما يتعلق بالمغرب وبالخصوص قضية الصحراء ما فتئت تتعثر بسبب تعقيدها، موضحا أن إسبانيا تتشبث بالأمم المتحدة كمرجعية بينما تحاول الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة وئام جيدة مع المغرب مع إرسال إشارات تجاه الجزائر والبوليزاريو، وهي معادلة غير متكافئة تؤدي حتما إلى سوء الفهم. وكان المغرب قد أعرب عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي زعيم البوليزاريو الانفصالية والمتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ إن المغرب يعبر عن خيبة أمله من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية. واعتبرت الوزارة أن موقف إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة، لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور، ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخبار المغرب بالأمر، ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة، ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا. وقد تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى الوزارة بإبلاغه بهذا الموقف وطلب تفسيرات لازمة بشأن موقف حكومته. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.